فرانسوا كارادو سيد فرانسوا كاراد، أهلا بك إلى قناة الكاس. أنا سعيد بوجودي معكم. السؤال الأهم، كيف يمكننا إصلاح الاتحاد الدولي لكرة القدم ونحل المشكلة؟ أعتقد أنه يجب أن نغير ثقافة الفيفا بعدد من الإصلاحات والمؤسسات، لأن المؤسسات لديها إيجابيات كثيرة في كثير من أنحاء العالم، ويجب أن نحطمها. بعض الأفراد أساءوا التصرف، وأعتقد أنه في الأساس أهم وأكثر رياضة شعبية في العالم، وبالإصلاحات أعتقد أن هناك فرصة للإصلاح ولإعادة الثقة والمصداقية لرياضة كرة القدم. إنه أمل، هناك أمل، وهو تحدي كبير، لكن يجب أن نقوم به من أجل الملايين من اللاعبين والمشجعين والرياضيين، ويستحقون أن نبذل الجهود من أجل ذلك، ويجب أن تصلح الفيفا نفسها. شكرا جزيلا سيد فرانسوا كارا. شكرا على واجب.